زارت قيادة وزارة الخدمة المدنية وتأمينات والوحدات التابعة وقيادة مصلحة الضرائب وقيادة تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان اليوم ضريح الرئيس الشهيد صالح صماد بميدان 70 بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع الذكرى 30 لاستشهاده. ووضعوا إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة ورفاقه. وفي الزيارة أشار الزائرون إلى أن أحياء ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد صالح صماد محطة هامة للتذكير بسيرته ومواقفه وتضحياته الكبيرة من أجل وطنه، لافتين إلى أن الرئيس الشهيد ورفاقه جسدوا أعظم معاني التضحية في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين والتي سيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته. حيث والشهيد صماد مثل أنموذجا راقيا في الصمود في وجه العدوان الأمريكي واستطاع أن يقود اليمن بحكمة وإخلاص. خصيصة في سبيل خدمة هذا الشعب العظيم الذي أثبت بسالة واستبسالا ولا سيما بعد أن ضحى رئيسه بروحه مع رفاقه الكرام. احنا اليوم زرنا الشهيد الرئيس صالح صماد رضوان الله عليه، الشهيد صاحب شعار يد تبني ويد تحمي. أتينا لنعاهد أننا ماضون على نفس العهد الذي عهدناه. تأتي هذه الزيارة في إطار إحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الشهيد الرئيس صالح عليه الصمد رحمة الله تقشاه، هذا الرجل الذي وضع وأسس معالم الدولة اليمنية الحديثة تحت شعار يد تحمي ويد تبني. هذا الرجل الذي كان سلوكه الميداني وتحركه العملي أكبر شاهد ومثال على التحرك الواجب أن يقوم به كل أبناء اليمن.